احلى مسا عليكم جيمرز اند جنتلمان، معاكم احمد بهجت من قناه فرجني في فيديو جديد. النهارده جايب لكم الحل بتاع لغز الماب الجديده بتاعه كول اوف ديوتي زومبيز كولد وور اللي هي اسمها فاير بيز زي. امبارح قعدت انا واصحابي يا جماعه 6 ساعات بنلعب عشان اعرف استخلص هذا الفيديو والخصه لكم واعرضه ببساطه شديده على حضراتكم مع الشرح البسيط والسهل. طبعا تابعوا معانا خطوه بخطوه، الخطوات ما كتيره شويه ولكنها سهله وبسيطه وفيها بس بعض المراحل محتاجه شويه تركيز ومحتاجه يكون معاكم اسلحه كويسه عشان خاطر ما تموتش وتضطر تعيد واللي انت بنيته كله من الاول وجديد. وطبعا قبل ما نبدا، لو انت اول مره بتشوفني ما تنساش تشترك في القناه، ولو انت مشترك ما تنساش تتفاعل واللايكات المتينه عشان الفيديو ينتشر. وهيا بنا نفهم. اول حاجه محتاج تعملها ان اول ما تبدا اللعبه تقوم قاتل شويه زومبيز انت واصدقائك او لوحدك، وتجمع شويه فلوس تفتح بيها الابواب وتنتقل انتقال سريع للمنطقه الثانيه اللي هي الساحه او الفناء اللي فيها كل الجنريتورز او مولدات الطاقه. هم 3 مولدات بالظبط، واللعبه بتحط لك اماكنهم فين. بتروح على واحد واحد بتعمله اكتيفيشن، بتدوس عليه مربع، اول ما بيتاكتف وبيشتغل بياخد وقت عشان يشتغل يعني، وفي هذه الاثناء تدافع عنه من الزومبيز اللي بيهجمه، وتقعد تقتل فيهم شويه لحد ما يكتمل تعبئه الطاقه اللي فيه او الباور اللي فيه، وبعد كده يبقى اكتف. وتكرر هذا الموضوع 3 مرات مع الـ3 جنريتورز لحد ما يبقوا الـ3 اكتف. بعد كده نرجع لنقطة البداية او السبون عن طريق التليبورت، هتلاقي الباكا بانش بقت اكتف. طبعا بعد ما اكتفت كل الجنريتورز هتلاقي جنبها كده ازاز وراه واحد اسمه رافي نوف، هتتكلم معاه، هيقعد يتكلم معاك شوية ويرغي، وبعد ما يخلص رغي هتقوم سايبه رايح عند واحد مكلم واحد اسمه بيك. بيك ده موجود في مركز قيادة العمليات اللي هي موجودة تحت الكورة السوداء الكبيرة في المنطقة التانية. طبعا هتعمل تليبورت تانية وتروح لبيك، هتروح عند مركز قيادة العمليات وتتكلم معاه، وبعد ما بتتكلم معاه ترجع تاني بتليبورت لمنطقة السبون او البداية وتتكلم تاني مع رافي نوف. وساعتها بعد ما تتكلم مع رافي نوف للمرة التانية هيطلع لك بطاقة مغناطيسية او كارت. الكارت ده هتفتح بيه 3 خزانات او 3 دواليب الكترونية. المكان الدولاب الاول موجود فيه مخزن المعدات وهو في المنطقة المقابلة على طول مباشرة لرافي نوف، في نفس المكان وراء في مقابل ليه على طول او في وشه، بتلاقيه على اليمين كده قبل ما تطلع السلم. بتعمل سواب للكارت، بتفتح الدولاب بتلاقي جوه ترياق او دواء او ازازه كده بتاخدها وخلاص، انا مش عارف هي جواها ايه بصراحه يعني، بس انت بتاخدها وبتكرر نفس الموضوع مع 3 الخزانات او الدواليب التانيه. بالنسبه للدولاب التاني بترجع تعمل تليبورت للمنطقه الرئيسيه التانيه، وبعد كده بتروح ناحيه اليمين عند الجاجر نج، بتطلع فوق الدور الاول ناحيه اليمين خالص في الاخر هتلاقي مكتب العقيد. مكتب العقيد اول ما بتدخله بتلاقي الدولاب على الشمال، بتعمل سواب للكارت برضه وبعدين بيفتح الدولاب وبتاخد ازازه تانية. وبالنسبه للخزانه الثالثه فبترجع بتروح عند الغرفه الهندسيه، الغرفه الهندسيه دي بتلاقيها عند الكوره السوداء الكبيره، المبنى فيه كوره كبيره، بتطلع في الدور الاول كده تحت الكوره بتخش في الوش بتلاقي ممر زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي برضه الدولاب موجود على الشمال، بتعمل سواب للكارت بتفتحه وتاخد الازازه الثالثه. واول يا معلم ما بتحصل على الـ3 ازايز بتتجه مباشره الى الساحه الرئيسيه او مهبط المروحيات زي ما مكتوب في اللعبه، وبتدي ظهرك للتليبورتر وبتتجه الى الامام مباشره في الشارع الصغير ده. وبعد ما بتوصل لاخر الشارع بتلاقي في وشك مبنى كده اسمه المستشفى الميداني. المبنى دوت اول ما بتدخله على الشمال بتلاقي ترابيزه عليها جهاز بتحط فيها الازايز اللي انت جمعتها، بتبدا تخلطهم مع بعض. بس خد بالك في المرحله دي وهي بتخلطهم هيظهر لك ذئاب ناريه كتيره جدا جدا، لازم تكلم اصحابك يجي يقفوا معاك وتحاولوا تدافعوا عن نفسكم في الحته دي عشان شويه صعبه، لحد ما بتخلصوا على كل الذئاب ديت. وبعد ما بتخلصوا عليها بترجع تاني على الترابيزه بتلاقي المكنه خلصت تقليب في الـ3 ادويه ويطلع لك جهاز تاني، بتاخد بقى الجهاز ده، وهو ده بيكون انت اول جهاز محتاجه عشان تحل لغز الماب. وبمجرد ما بتاخد الجهاز من هذا الخلاط الكيميائي بتروح جري على بيك. طبعا انت عارفين في مكانه، انا قلت مكانه في الاول فين، بس ما بتروحش بقى المره دي على بيك نفسه، لا انت بتروح على الروف توب بتاع مكتب بيك من فوق. المكان الروف توب ده بتلاقي فيه زي كومبريسور مكيف او تكييف، الكومبريسور ده مجرد ما بتقف قدامه بتلاقي في مكان انك ممكن تحط المكنه اللي انت خدتها عليه، واول ما بتحط المكنه دي عليه بتبدا بتضخ زي كده غاز لونه بيربل او بنفسجي في غرفه او مكتب بيك. وبعد ما بتضخ هذا الغاز البنفسجي بيبدا هو يجي له حاله هلوسينيشن او هلوسه، ويبدا يعترف لك بشويه معلومات ويقول لك انك تروح على جهاز موجود في مركز المعلومات، وهذا الجهاز بتسحب منه زي كده بريف كيسز صغيره او شنط صغيره بتاخدها مكان القنابل. ومطلوب بقى بعد ما تسحب الشنط دي انت واصحابك الفريق سواء معاك حد او لوحدك انك تصطاد بيهم 3 وحوش ميمكس
عن طريق السحب، ان انت تسحبهم زي طريقة السحب بفكرة افلام جوست باسترز القديمة او طريقة البوكيمون، انك تحط الشنطة وتستدرج الميمك لحد ما يجي فوقيها وتضغط على مربعين فيقوم الشنطة سحبة الميمك. ولكن ليس اي ميمكس انت المفروض تسحبهم، المفروض الميمكس دي بتكون ميمكس محددة بتبقى موجودة في اماكن معينة في الخريطة، وهذه الاماكن هي الجاجرناج، ومنطقة البداية هي منطقة السبون، ومنطقة الساحة الامام الجاجرناج، هما دول تلات اماكن بيطلع فيهم الوحوش. بتلاقي في ايتمز مرميه على الارض، ايتمز كده ما بتتاخدش وما ينفعش تاخدها، وانت بتلف حواليها كده فجاه بينبثق هذا الميمك من العدم كده قدامك فجاه ويبدا يطاردك، يكون هو ده الميمك المنشود. بتعرف منين بقى اذا كان هم ميمك الصح ولا غلط؟ بعد ما بتضربه، وطبعا ضروري جدا انك تضربه وتقلل من هيلث بتاعه على قد ما تقدر بحيث يبقى فاضل له حته صغيره جدا جدا قبل ما تسحبه في هذه الشنطه، لانك لو عملته بفول هيلث او نص هيلث بيطلع تاني من الشنطة وبتتدمر وبتضطر تستنى ويف كاملة عشان خاطر ترجع المكنة تاني وتجيب شنطة جديدة. بعد ما بتسحب عدد 3 ميمكس في 3 شهور مختلفين بترجع تحطهم تاني في المكنة. وطبعا بتعرف منين بقى اذا كان هم ميمك ده صح والغلط؟ بعد ما بتحط الشنطة بتاعتك في المكنة، المكنة بتبدأ تتكلم وفي رسالة مسجلة فيها، لو انتهت هذه الرسالة مسجلة بكود في الاخر اذا الميمك هذا صحيح وهذا الميمك المنشود، ولكن اذا انتهت الرسالة المسجلة بدون اي كودز في الاخر فهذا الميمك خاطئ ومحتاج انك تعيد الكرة تاني وتسحب ميمكس جديدة تنطبق عليها مواصفاتنا لسه قايلها علشان خاطر تقدر تعدي هذه المرحلة. بمجرد بقى ما بتكابتشر التلاتة ميمك مع بعض وبتحطهم ويطلعوا مظبوطين، المكنة في الاخر بتطلع لك زي فلوبي ديسك 5.25 بتاع زمان ده اللي هو الكرتون. بتاخد هذا الفلوبي ديسك وبتذهب مباشرة الى مكاتب التخطيط اللي هي ناحية بيك عند الكورة السوداء، وبعد كده بتلاقي هناك كمبيوتر، الكمبيوتر ده بتحط فيه فلوبي ديسك، وبمجرد ما بتحطه بتحصل رجة وبتلاقي المبنى الكروي الكبير ده البوابة اللي فيه بتنفتح وبيظهر جواه زي ايثر بينور كده وبيطفي، ما تقدرش تتفاعل معاه، مفيش اي حاجة تقدر تعملها غير انت تنتظر الكونفرسيشن او المحادثة تخلص. وبعد كده بدينا بتقفل، بتلاقي الباب بيقفل، بتقوم نازل تاني على بيك تتكلم معاه، هيفضل يرغي معاك شويه، وبعد كده بقى خلاص الراجل جاب اخره منك فيقوم قافل الشباك في وشك. ساعتها بقى تروح جاري على منطقه البدايه عند رافي نوف، هتتكلم معاه، هيتكلم معاك شويه تاني، وبعد كده يديك كود، الكود ده ترجع بيه عند بيك، هتلاقي جنب بيك مطرح ما قفل في وشك هتلاقي فيه خزانه موجوده جنبه، الخزانه دي هتلاقيها مربع، بدوس مربع بيفتح الخزانه بيديك الجهاز، وهيكون هذا الجهاز هو الجهاز التاني اللي انت محتاجه عشان تحل لغز الماب بتاعت الزومبي. اما بقى بالنسبة للمرحلة التالتة والاخيرة، مفروض تحصل على 3 انابيب مختلفين فيهم 3 بلورات بالوان مختلفة. اول انبوبة بتلاقيها هنا في معقل الغابة المحروقة، عشان تجيبها لازم تلاقي شوفل او جاروف، الجاروف هو قدامي انا مشفتوش، صاحبي شافه وخده، وبعد كده بتذهب بيه الى الناحية التانية الغابة اللي عند الجاجر نج. أو ما بتوصل على الغابة بتاعت الجاجر ناج، مفروض انت بتدور في الطرق الثلاثة دول لحد ما تسمع اي صوت كده طنين او حاجة كده، تقرب منه وتقرب وبص في الارض هتلاقي بيظهر لك مربع بتحفر بتعمل ديجينج، وساعتها بتظهر لك البلورة. ولكن حذاري، اول ما بتظهر لك البلورة بتلاقي فجأة اتكون هالة صفرة كبيرة جدا، وهيحصل هجوم زومبي كبير جدا جدا، لازم تبقوا مستعدين بالاسلحه بتاعتكم ومعداتكم، اللي يقدر بقى يجيب سلاح الماب واللي يطور سلاحه للدرجه الثالثه ليفل 3 يبقى اقوى حاجه، عشان الهجوم هيبقى عنيف جدا في هذه المرحله، محتاجين انكم تصمدوا فيه لحد ما تخلصوا كل هذا الهجوم. وساعتها بعد ما بيخلص الهاله الصفراء دي بتروح وبتفضل البلوره الصفراء بس، وانت ساعتها بتقدر تاخدها. بالنسبه بقى للانبوبه الثانيه اللي فيها البلورات الزرقاء، فدي هتلاقيها عند الدكتور بيك، المكان اللي كنا بنتكلم فيه بيك، المبنى اللي فيه كوره سودا كبيره، لما بتقرب منه في الدور الارضي على مدخل الباب هتلاقيه في المنطقه دي تحديدا، هتلاقي علامه مربع بتظهر، بتدوس مربع هيظهر لك البلوره او الانبوبه اللي فيها البلوره، بمجرد ما بتدوس مربع وبتمسكها فبيحصل انها بتعمل من نفسها كوبيز او نسخ كتيره جدا جدا، والبلوره دي يا جماعه للعلم عباره عن جوهره او حجر اسود في النص كبير، وبيحوم حواليها هالات كهربائيه براقه بيضاء، وفي حاجات سودا برضو زي سحب كده بتحوم حواليه. فمن ضمن النسخ دي كلها هي نسخ متطابقه تماما، هتلاقي في بلوره واحده بس وانبوبه واحده بس فيها كل حاجه زي ما هي ما عدا السحب السوداء اللي حوالين البلوره، هتلاقي اللي حوالين الحجر، انا اسف، الحجر هتلاقيه اسود في النص وحواليه هالات الكهربائيه البيضاء البراقه دي ومفيش سحب سوداء، هي دي الانبوبه المنشوده اللي انت المفروض تاخدها، لانك انت لو خدت حاجه ثانيه هيبقى الموضوع غلط ومحتاج انك تعيد راوند ثاني او ويف ثانيه عشان تعرف تروح
تاخدها. بالنسبه بقى للانبوبه الثالثه والاخيره فهي لونها برضو بيربل، بتلاقيها عند مبنى الساتلايت، بدل ما تطلع السلم بتروح شمال عند مدخل الباب في المنطقه دي تحديدا، بتقرب هتظهر لك المربع احفر او دج، فما بتحفرها او بتهز او ما تيجي تمسكها بتختفي من قدامك. فمجرد ما بتختفي انت المفروض هي بتروح في مكان ما حواليك في المنطقه دي، فانت المفروض انت بتحاول تروح تلف عليها وبتدور عليها، بمجرد ما تلاقيها ما تقربش منها خالص، مجرد ما بتقرب منها بتختفي تاني. فدي محتاج انك تصوب عليها من بعيد، تجيب السلاح بتاع الماب وبتقلبه على القذائف بتاعته او القنابل بتاعته وتحذفها بقنبله من بعيد، وقبل ما يروح تاثير القنبله تجري عليها بسرعه وتقوم دايس مربع، ساعتها بس هتقدر تاخدها، وبكده تكون جمعت التلات انابيب بالتلات بالورات بالكامل. كده يبقى فاضل خطوه واحده بس، بعد ما بتجمعوا التلات انابيب بتروحوا مباشره على الجنريتورز، التلات جنريتورز اللي احنا عملنا لهم اكتيفيشن في اول الجيم، تعدي عليهم واحد واحد، ممكن الفريق يتوزع تروحهم في نفس الوقت، وكل واحد يدوس على مربع على كل الجنريتورز علشان يدخل البلورات اللي احنا خدناهم كلهم وجمعناهم جوه الجنريتور، وبعد كده مباشره تذهب الى المبنى الكروي الكبير تعمل اكتيفيت للدارك ايثر، وبعد كده بعد ما تاكتفها تقوم نازل في مكاتب التخطيط اللي هي تحت الدارك ايثر على اليمين، هتلاقي فيه جهاز كمبيوتر زي ما انتم شايفين شكله كده. الجهاز كمبيوتر ده هيكون فيه صوره كره ارضيه وفيها سبيس معموله كده بصوره بسيطه، وهتلاقي فيه دوتس لونها برتقالي او اورنج، وفي نقطه انت بتتحكم فيها عن طريق الاسهم الموجوده في الكنترولر، وبتلعب بالبلاي ستيشن والاكس بوكس معرفش الكمبيوتر وضعها ايه، بتحرك النقطه اللي بتتحكم فيها دي على الدوت الاورنج، كل ما تيجي تقف على دوت بيظهر لك علم من اعلام سواء علم امريكا او الصين او روسيا، وفي دوت منهم او نقطه منهم بيكون العلم فيها علامه استفهام، لما تلاقي علامه الاستفهام دي بتضغط اكس، مجرد بتضغط اكس بيحصل اكتيفيت للساتلايت اللي موجوده قدامكم، تعمل المنظر اللي انتم شايفينه دوت، وساعتها بس هيكون فاضل البوس فايت. عشان توصل البوس فايت فيها طريقه من الاثنين، في طريقه انا عملتها انا واصدقائي، احنا فضلنا طبعا في ويف من الزومبي طلعت وقعدنا نحاول نضرب فيهم موت فيهم بس كانوا كتير، وفجاه انتقلنا للكات سين بدون اي مقدمات. وفي طريقه ثانيه انا عرفتها لاحقا بعد ما خلصنا الجيم، اللي انت تروح على الدارك ايثر المبنى المدور وبتدوسه مربع على الجهاز اللي قدام الدارك ايثر، في جهاز كده على اليمين اول ما تخش من الباب بتلاقي في مربع لازم الفرقه كلها تدوس عليه، ساعتها تنتقلوا ايه مباشره للكات سين اللي يمهد البوس فايت. بالنسبه بقى للبوس فايت يعني انت لازم تكون ويل اكويبت ومستعد تماما، لان انا ما دخلت البوس فايت كان ما كانش معايا اي ايمو ولا اي ذخيره، فطبعا اتفشخت من اول دقيقه اساسا، يعني الزومبيز عددهم كبير جدا، مكان صغير جدا هو مكان السبون او مكان البدايه اللي احنا بدانا منه اللعبه، والبوس فايت كبير جدا بيظهر فجاه بيقعد في مكان. اولا اوعى تقف قدامه، لان لو وقفت قدامه هيهرسك حرفيا، انت لازم تفضل تجري ولازم تبقى من الجناب وتوصل لمناطق معينه تقدر تجيبه عشان تضربه من بعيد. طبعا الشوت جان نوت ريكومندد في هذا الفايت، لازم يكون معاك حاجه لونج رينج اسولت رايفل او كده او حتى سنايبر. وفي لحظه بيكون هو بيضرب فيها بيطلع فيها حاجات كده بيهاجم بيها، في اللحظه دي بيكون فيها ويكنس بوينت عنده، بتقدر تضربه بتعمل فيه افكت اعلى من العادي، بتضرب في دماغه هتلاقي البار هيلف بار بتاعه موجود فوق وبيقل. وطبعا انا يعني فضل واحد بس في اصدقائي انا عملت له سبيكتيت هو بيلعب يعني عشان يخلص الجيم، وكده يكون خلصنا البوس فايت وانتهى حل لغز الماب بتاعت الزومبيز الجديده. وبكده يا شباب بكون وصلنا لنهايه الفيديو او نهايه المقطع، يا رب يكون المقطع عجبكم واستفدتوا منه. كان معاكم احمد بهجت من قناه فرجني، وما تنسوش طبعا تسيبوا لي تعليقاتكم على هذا الفيديو اذا كان عندكم اي اسئله او استفسارات في خصوص لعبه زومبي، في عايزين ننزل لكم فيديو تاني عندكم اي اسئله ليها علاقه بهذه اللعبه الجميله اللي انا استمتعت بيها جدا شخصيا، الجيم بتاع امبارح اللي قعد 6 ساعات، وان شاء الله طبعا ما تاثروش، انا عارف ان انتم مش هتاثروا معايا بالدعم والاشتراك لو عجبكم الفيديو وعشان اقدر استمر في هذا المحتوى. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تكتبوا لي تعليقات فيها كل اللي انتم عايزينه، وانا ان شاء الله هحاول اتجاوب معاكم باكبر قدر ممكن، واشوفكم الفيديو اللي جاي يا شباب، ومع السلامه.